عليكم ورحمة الله وبركاته، يومكم كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن، اللهم آمين. ست الحبايب يا أغلى حبيبة عندنا في الدنيا، مع بعض النهاردة إن شاء الله في وصفة جديدة وحلقة جديدة ويوم جديد يا رب مليان خير وسعادة وبركة وراحة بال، اللهم آمين. من أسبوعين كان معانا زميلنا في القناة هنا أمير، دلوقتي بقى الشيف أمير، بقى بعد ما عمل لنا حلقة عالمية عمل لنا فيها شوية عصاير والكوكتيل الطبقات، واتفاجئت بالمواهب المدفونة اللي أنا أول حد كشف عنها وطلعها، فكانت حلقة عجبتكم جدا جدا، وساعتها قال لسه في خلطات تانية ومكسات كتيرة قوي من العصاير هنعملها تاني، فقلت له بص يا أمير بوعدك على الهوى لينا حلقة تانية تعمل لنا بقى فيها كل المكسات الحلوة دي زي محلات العصير العالمية، واتفاجئت طبعا ان هو عنده ما شاء الله سلسلة محلات العصاير بس موجودة بره مصر، وان شاء الله ربنا يكرم كده ويبقى وشنا حلو عليه ويفتح بقى جوه مصر ان شاء الله، نبقى كلنا زباين عنده ان شاء الله من الشطارة والنظافة وطعم العصاير وشكلها حاجة تفتح النفس بجد. قوم ايه بقى قررنا النهاردة نقول له تعالى يا شيف أمير اعمل لنا الخلطات الحلوة بتاعتك اللي وعدتنا بيها ونشوف الميكسات، هو قال لي كده حاجات غريبة على بعض، فأنا مستنية أشوف الميكسات والحاجات دي هتتعمل إزاي وفي الآخر هندوق والطعم هو اللي هيحكم. تعالوا نرحب بيا شيف أمير، أمير موسى زميلنا في القناة هنا ومتعدد المواهب. ازيك يا شيف أمير؟ شيف هلا، عامل إيه؟ ازي صحتك؟ عاملة إيه؟ متشرف جدا والله انا مع حضرتك. ربنا يخليك يا امير، انت من الحلقه اللي طلعتها معايا والناس كلها اتبسطت جدا بيها، ده شرف ليا طبعا انا معاكي والله. الله يخليك يا امير. انت فكرنا كده الحلقه اللي فاتت عملت لنا ايه؟ عملنا المانجا، عملنا مانجا، عملنا فراوله، ايوه، عملنا جوافه، صح، عملنا عوار قلب، ايوه فكرني عوار القلب، فاكرين يا جماعه؟ تعالوا تعالى نفكروا عوار القلب، قال لك ده عصير كويتي في الكويت اللي هو بيزغزغ القلب كده بيطبطب. لأ انا عايزه اقول لكم القناه كلها كل ما تشوف تقول لك الله لقيت الطبطبه. عوار القلب هو فعلا كان حلو قوي. انت فعلا عارف العصير اللي هو اول ما تدوق منه كده لا تحس ان هو نزل رطب على القلب، يعني جاي من اسمه فعلا. وعملنا كوكتيل الطبقات، تمام، ده اللي عملناه الحلقه اللي فاتت. النهارده بقى جايين نعمل خلطات تانية كلها عشان برضو المناعه والحاجات صحيه. حلو جدا، حلو قوي، مش هتكون بس ايه للاطفال، لا ده الكبار السن وبتاع، يبقى فيها فوائد كتير. كفايه ان هي من فاكهه فريش يا امير، بالظبط، دي يعني دي كفايه بالزبط. دي تدي مناعه طبيعيه، تدي فيتامينات طبيعيه. صح كده. ايه اول ميكس هتعمله؟ هنعمل اول ميكس بقى، هنخش بالمانجا وفراوله، يلا يا باشا، وكيوي، كيوي وافوكادو، افوكادو، ده كل دول على بعض ميكس واحد؟ يا لهوي، لا قول تاني. هنعمل مانجا وفراوله، ماشي، وكيوي، ماشي، وافوكادو، الاربعه على بعض ميكس كامل. ده هيبقى طعمه ايه ده يا امير؟ هيبقى طعمه خطير يا راجل. ما كله بقى احنا قلنا ايه، نشكل جميع، نقفل على المناعه كامله. ايوه. ما انت بص يعني فعلا المانجا على الفراوله على الافوكادو وعلى الكيوي. طب تعالى نشوف كده بقى ايه اول ميكس هنعمل. زي اولا الفراوله هي متجمده في الفريزر، طبعا لان مفيش فراوله دلوقتي، مفيش فراوله حاليا. المانجا فريش، ماشي، كله فريش، هي بس الفراوله هي المجمده، والكيوي فريش، صح كده؟ تمام. يلا هنعمل ايه وانت شايفك محضر تلج ورق نعناع وحاجات كده؟ نبدا. طيب نبدا اول ميكس. هتعمل ايه بقى؟ هنخش بقى بالمانجا الاول، ماشي. هيعمل ايه؟ اربع حاجات يا جماعه هيعملوا مع بعض، هتشربوا وهتدعوا لي ان شاء الله، ربنا يستر. ربنا يستر. مانجا وفراوله وكيوي وافوكادو، فربنا يستر. قول لي يا استاذ احمد انت عايز ايه؟ يلا يلا، استخدم الميه، اجيب ميه، ماشي، يلا عيش بقى مطبخك وعيش. انا النهارده يا امير ضيف عندك، انا جاي اشرب وبس، انا جاي ادوق، بدي دوق، بدي دوق. لا استنى، هي دي ميه؟ دي ميه ولا لا ميه بتلج؟ ميه بتلج، ميه بتلج. طيب اتخضيت. لا ماشي، ميه بتلج تحطها الاول في الخلاط. حوالي ربع شفشق الخلاط كده ميه بتلج، تمام. حلو، وهننزل بالسكر، ماشي، يعني حوالي ايه مثلا؟ ايه هيبقى حوالي كوبايه كامله؟ لا كوبايه كامله. يا لهوي ده هياخد تاني كوبايه كامله. احنا عارفين السكر غالي، وممكن بقى عشان طالما قلت المناعه وذكرت المناعه ممكن نحط عسل نحل، وممكن طبعا الناس اللي عايزه تبقى بقى المناعه كامله. كفايه يا امير.
تعديلات كتير قوي يعني، عشان مش هحط سكر تاني. ما هو بس والله ده كفايه قوي صدقني. يلا هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنشتغل بالخلاط، هندوب الميه في السكر مع التلج. مع التلج يلا بينا. اول حاجه ماشي يلا المانجا. اول حاجه متقشره ومتقطعه مكعبات، وقلنا قبل كده السكري والزبديه احسن حاجه في طبعا. والنعومي بس النعومي دلوقتي بقت ايه يعني ابتدت تبقى مسخه شويه يا جماعه. السكري بصراحه طعمها حلو قوي اليومين دول، صامده شويه يعني. طبعا المانجا بتودع اصلا يا امير، خلاص يعني خلاص ما في الاواخر بقى بتاعتها. انت كده حطيت، انت كده اكتر حاجه حطيتها مانجا صح؟ هي اكتر حاجه فيها المانجا. ماشي، وبعدين ريحتها كمان، ريحتها طالعه حلوه قوي. ممكن ندوق واحده لو سمحت؟ اتفضلي. يعني هفضل اتفرج كتير. حلو قوي. هنشغل خلاط تمام، يلا هنقلب بقى المانجا. ممكن ننقص هنا شويه، ممكن نخلط تاني. ليه ننقص هنا شويه لغايه ما تحتاجهم صح؟ هشربهم لك ما تقلقش يعني. هتحتاجهم يعني ما اشربش؟ شايفين يا جماعه على الهوا بقول له هشربهم لك يقول لي لا لا هنحتاجهم. شكرا قوي، متشكرين متشكرين متشكرين. انت متاكد يا ابني انك هتحتاجهم؟ متاكد يا ابني انك عايز شويه دول صح؟ ما كفايه مانجا، انت عمال تحط خلاص بقى ما يلا. فراولة على المانجا. يلا اشتغل انت، اشتغل انت. المانجا هي زي ما هي. حلو. ماشي؟ كده كده ايه، تعالوا نقول الامير عمل ايه. حط ميه في تلج وحط سكر وضربهم مع بعض الاول، وبعدين حط قطع المانجا السكري طعمها حلو قوي وضربهم، وبعد كده حطيت فراوله. نزلنا بالفراوله. يلا اديها. مفتته كده شويه وهننزل بعد كده بالكيوي بقى. بالكيوي عليهم برضو. يا نهار ابيض، المانجا دي عوار قلب. المانجا اللي عملها امير دي فعلا بتطبطب على القلب. يلا يا عم اضرب الكيوي. ضربنا كيوي ما ضربناش، مش فرمناه لسه. بشاور لحبايبنا ضرب متقطع، لان لو اتفرم اصلا الحب اللي فيه الاسود بيعمل ربو على الصدر. دي برضو حاجه. فاحنا بنعمله برضو بيدي شكل حلو، هو شكله يجنن بجد يعني، مغري جدا. ولونه كويس. هتكمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي احنا كده دي الخلطه بتاعتنا، بعد كده هنبدا بقى ايه، ممكن نزود تاني عشان نكمل بقيه ايه العصاير يعني. دي اساسيه. دي الاساسيه. ماشي، هتعمل هتزود ايه؟ هنزود فيها مانجا عشان نزودها اكتر يعني. مانجا مانجا، خد المانجا يا ولاد. شكرا قوي يا امير. ماشي، وبعدين تمام. احنا كده عملنا دي الخلطه، هننزل بعد كده هنعمل الافوكادو بقى لوحده، وهنعمل بقى المكس عليه. ممكن شويه ب2 جنيه. ماشي، انا ادوق بس. امي بتسلم عليك وبتقول لك هات شويه ب2 جنيه. بص هو ربع كوبايه بس. طب ماشي، انت بخيل يا ابني، انت يا ابني بخيل. طب هتكمل على الخلطه دي ايه بقى دلوقتي؟ كده ديت خلاص، كده هعمل بقى الافوكادو لوحده
لوحده. وبعد كده بقى ابدا يعني عايز الشفشق تاني. بالظبط. ماشي، خلي الشفشق ده كده جنبينا، ده الاساسي بتاعك. هنا بقى هتعمل دلوقتي الافوكادو لوحده. تمام. انا بقى ماليش في الافوكادو. هنحتاج الحليب. استنى بدوق. اصبر استاذ احمد، عملها طعمه حلو. اصبر بدوق. بدي ادوق. انت دلوقتي ايه ده؟ اللبن ده معانا اللبن. الطعم ايه؟ قول انت ماشي. اشتغل، مالكش دعوه بيا. هننزل بالحليب. يلا بينا. يا لهوي على الخلطه دي، رهيبه رهيبه يا ابو والله العظيم. يا لهوي على الجمال. ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ احنا قلنا نعمل حاجه صحيه وحاجه تكون حلوه للناس. تحفه. نزلنا بالحليب وهننزل بالسكر. يلا انزل بالسكر. شيل لك الحليب ده من هنا كده. امير عايزه شويه. امير امي بتسلم عليك وبتقول لك هات شويه كمان. بصوا حاطط الشفشق مش عارفه اسرق. بس اتوصى بقى. بص انا زبونتك لتاني مره اهو، فالمره دي اتوصى. بس يا باشا انا فطرت خلاص كده، شكرا. اصل معلش يا جماعه محتاجه ازود المناعه. لا هي تحفه. بص يا استاذ احمد، رهيب لونها. لونها حلو. طب سيبكم من لونها او شكلها، بصوا القوام تقيل عامل ازاي. بصوا القوام. طعمها بقى رهيب، حاجه يعني حاجه كده. لا تحفه ما شاء الله والله. عارف اللي هي الحاجه اللي متشابه مستمتع كده، لازم تقول هي دي برضو. دي من ضمن الخلطات اللي معروفه هناك في الكويت، مشهوره في المحلات بتاعتك. دي اسمها جوز بايو. مين جوز بايو؟ العصير الشخصي. هنقولها بالعربي، العصير الشخصي. هي يعني خلطه شخصيه. ماشي. انا شربت الجوز بايو. جوس بايو. انا شربت جوس بايو اهو، اللي هو العصير الشخصي يعني. ماشي جوس بايو. انت بتسقينا حاجات غريبه. المره اللي فاتت عوار الجلب، والنهارده جوس بايو. نعمل كل حاجه جديده عشان الناس. يعني دي انت كده مشهور بيها المحلات هناك. في البلاد العربيه بتاعتكم انتوا، محلاتكم انتوا. ماشي ندخل على الخلطه اللي بعد كده. تمام. حطينا الحليب، حطينا السكر، هنبدا ندوبه. الحليب والسكر بس. يلا ونبدا ندوب. ماشي. جوس بايو. بعد اللبن والسكر كده هننزل بالافوكادو. يلا بينا عليهم. يعني الميزه ان خدتوا بالكم امير في كل خلطاته بيعمل ايه؟ لازم يدوب السكر الاول مع السوائل، صح كده؟ مظبوط. شفت بقى انا سوسه. انا بشرب الجوس بايو، بس ده ما منعنيش ان انا اركز معاك. انا مركزه قوي. انا واخده بالي انت بتعمل ايه كويس قوي. خلينا نلقط اسرار يا جماعه. يبقى في اي عصاير بندوب السكر مع السوائل، سواء ميه او لبن. ماشي كده. تمام مظبوط. هنبدا اللي احنا بندوب السكر الاول مع الحليب عشان ما يبقاش ايه برضو في علشان ما يعملش حبيبات او يبقى مقرقش كده، يدوب الاول. ماشي يلا بينا هنبدا نضرب. خلاص هنزود شويه لبن. لبن ولا ميه؟ لا نزود ميه. ماشي يلا. جايبه الكوبايه محضراها. هيفرح بيا قوي زبونه بقى. يعني بصوا مش مره ومشيت، صاحبه مكان. بقيت صاحبه مكان. ماشي. دي ميه بتلج. ميه بتلج بس هنحط تلج تاني. ماشي هنضرب. يلا Thank you.
تزود ميه تاني؟ اهو يا مؤمن ده مزود لك الافوكادو. انا مزود عشان خاطرك انت. اهو. هو احنا يعني خلفنا كام مؤمن؟ يلا مثلا هدوق، مع ان انا ماليش في الافوكادو خالص، بس هندوق. يلا كابتن، كابتن انا شايفه انت عايز تزود تلج، بس مفيش مكان في الشفشق. نعمل ايه؟ ناخد شويه الشوفان. نملى الكوبايه دي عشان تحط تلج براحتك. يلا يا باشا. يا خبر ابيض، بصوا اللون بس. يلا بص يا مؤمن، انا هدوق بس وانت تكمل. ماشي يا عم. لا دي نجيب لها شاليمو بقى. قول عايز ايه. هنضيف تلج احنا؟ يلا. عايز تنقص تاني؟ لا لا حلو ماشي. ده كل ده بيتعمل في المحل بقى فريش كده على طول صح؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده بجد؟ امال ليه الافوكادو لما بيتاكل لوحده كده بيبقى ممرر؟ ما بيبقاش، عشان بيبقى بدون عصير بيبقى الرجيم. نبدأ. ودي مؤمن ده حلو قوي والله العظيم. طب استنى ناخد استاذ احمد. يا استاذ احمد لا، معانا تليفون. مين معانا على التليفون؟ استاذ احمد. استاذ احمد اهلا وسهلا. حضرتك يا فندم صباح الخير. يا صباح الخير على احلى شيف في مصر كلها، باشمهندس بتاعنا. ازيك يا باشمهندس؟ يا صباح الجمال وصباح الياسمين على احلى ناس كويسين. الله يكرمك، الله يكرمك على احلى باشمهندس في الدنيا. ازي حضرتك؟ فيك والله يخليك. بداتوا كده يومنا بالعصاير. بالعصاير الجميله كمان يعني، واحلى حد الشيف هي اللي بتدينا طاقه ايجابيه. ربنا يخليك يا باشمهندس. ربنا امير. اقول قول الباشمهندس امير، انا مش عارف اقول ايه. يعني امير عامل عظمه النهارده يا باشمهندس، مطلع مواهب ما كناش نعرف عنها حاجه. عامل عظمه النهارده. مطلع الهندسه دي في عصير المانجا، عصير الايه الجوس، اسمه جوس ايه؟ جوس بايو. جوس بايو. جوس بايو اهو يا اخويا، والله جوس بايو. طب جوس كوكتيل يعني. جوس بالعربي يعني عصير ايه؟ بايو الشخصي. بايو يعني هو خلطته الخاصه، يعني خلطته الشخصيه. بس تحفه. تحفه. والافوكادو تحفتين، ما كنتش اتخيل ان يطلع طعمه حلو كده بجد. ربنا يحسن دايما ما بين ايديكم، ودايما كده يعني تكونوا كده يعني. شكرا يا باشمهندس. طاقه ايجابيه دايما يا رب. ربنا يخليك. طلب بعد اذن حضرتك لو في حلقه ثانيه تعملوا فيها العصير اللي هو يفيدنا في الشتاء بقى، الفيتامين سي. عصير الشتاء بقى، حاجه الشتاء بقى. حلو قوي. شكرا يا باشمهندس. شاكر جدا لاخونا وحبيبنا وزميلنا امير. نورتنا نورتنا، اشكرك حبيبي. يلا هنعمل ايه؟ هنضرب بقى التلج. يلا حلو، احنا كده عملنا الافوكادو بتاعنا. ودي امير، انا اول مره في حياتي ادوق الافوكادو بالجمال ده. صحه وعافيه. صحه إيه ده؟ وعافيه. لا بجد يعني انا عمري ما كنت افكر اجيبه ولا ادوقه اصلا يعني. بس جميل قوي، طعمه ممتاز جدا وتحسه كده قوي. ده بقى اللي بيطبطب بجد يعني. انت لغايه دلوقتي النوعين اجمل من بعض. حلو. الله ينور عليك. تسلمي. طيب انا عامله لك مفاجاه. قول الو. الو الو. ايوه اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا شيف هاله؟ كيف حالك؟ اخبارك ايه؟ عرفت دكتور. عرفت مين؟ خالي دكتور ناصر. دكتور ناصر خال امير وعايش في السعوديه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكم، احب اهنيكم على البرنامج الهايل ده. الله يكرمك. اول شيء. ثاني حاجه احب اسلم على امير واقول له وحشتني والله العظيم. انت وحشتني كتير. فين ايام كنت بتعمل لنا العصير الجميل ده؟ وكمان عايز اقول لحضرتك حاجه، ان امير كمان يعني
ما انا عامله لكم متفنن عشان في عمل اشوقكم. الاكل كمان والبيتزات والحاجات دي في كمان، الاكل مش بس كمان عصير بايو كمان. لا طبعا، والله ولا ومش بس عصير بايو يعني، لان عشنا مع بعض فتره جميله جدا، وكانت من احلى الفترات معاه يعني، لما كنت بروح له المطعم بتاعه يعني، كمان كان عنده مطعم. ربنا يجمعكم دايما على خير يا رب، وتشوفوا بعض قريب يا رب. نشوفك على خير باذن الله. نورتنا نورتنا يا دكتور. الله يخليك. واحب بس اسمع اقول لامير، امير انا بتنبأ لك بمستقبل هايل، لان انت انسان محترم، غير كده ان انت فعلا شيف على مسمى مجتهد وبيتعب وبيسعى. مجتهد جدا. واسمع كلام شيف هاله عشان تبقى شاطر يا امير. لا هو والله هو ما محتاج اي حاجه، والله ما محتاج اي حاجه ما شاء الله عليه، ومحتاج فرصه بس، وده اللي احنا بنعمله مع بعض. ربنا يكرمك. هو فرصته جت طول ما هو معاك يا شيف هاله. الله يكرمك. هو كده خد فرصته يعني. ربنا يخليك حبيب. والله ده امير على دماغي بجد. شكرا يا دكتور نورتنا. الله يخليك يا رب، واتمنى لكم مستقبل جميل. الله يخليك. شكرا. شكرا. يلا يا عم بعد الطاقه الايجابيه الحلوه دي نكسر الدنيا. ايوه كسر بقى. يلا وريني انت كده خلصت الافوكادو واجيب لك كوبايات. بعد كده هتعمل ايه؟ هنبقى نمكس مع بعضهم، بس مكس بقى في الخلاط. وهتمكس في الكوبايات نفسها. ويلا يا باشا امان هنا يا استاذ احمد. لو امير اللي قدام شويه. يلا كده كده مثلا هنا كده. ماشي يا استاذ احمد. هشيل كوبايات يا اخويا لحسن يتاخدوا في الرجلين. هشرب البايو. نبدا احنا ننزل. عيش عيش. انا همكس الاثنين في بطني يعني، هاخد شفطه من ده على شفطه من ده. انا مش همكس في الكوبايات. احنا بناخد وقلبوني بقى. بناخد زي ربع الكوبايه. تمام. والبايو هي لما بتكمل بتبقى جوز بايو. انا ببقى مبسوطه قوي قوي في حلقاتك بصراحه يا امير. الله يخليك. عشان انا يعني بعشق العصير الفريش. تسلمي لي. ماشي ربع كوبايه من الخلطه. بصوا لونها جميل ازاي. عايزه اقول لك البذر بتاع الكيوي بيدي شكل حلو قوي. بصوا المنظر وسليم. ما مش عشان انت ضربت متقطع. ما ضربتش متقطع. هتحط بقى الكيوي عليهم. الافوكادو قصدي، ولا ايه؟ انا قلت كيوي. انا قلت كده. ايه ده على بعض كده اهو. يا لهوتي. يا ادق ولا ايه انا دلوقتي؟ ايه يا امين يا مؤمن، دي هتبقى ليله النهارده يا عم مؤمن. مؤمن مزقطط قوي على فكره. مبسوط. الله، ده بيتباع كده في المحلات عندكم هناك بره؟ واو ما شاء الله. بيتقال عليه ايه بقى؟ هو جوز بايو. يعني مش الخلطه لوحدها، هي هي الخلطه كامله. الافوكادو على ده. شوفي الشكل بتاعه. شوفي يا استاذ احمد الجمال. استنى، هو استاذ احمد جايبه لنا اهو. بص الجمال، يا لهوي على جماله. بصوا شكله، محدش يتوقع ابدا ده ايه. انتوا عارفين الكوبايه دي قنبله فيتامينات. الكوبايه دي قنبله مناعه يا عم امير، صح؟ احنا بصوا الجمال، كل حاجه فيها اصلا مناعه، وكل حاجه فيتامينات فاحنا جمعنا كل حاجه عشان تعالى نعد كده الكوبايه دي. تعالى نعد الكوبايه دي. بصوا فيها مانجا، فراوله، فيها كيوي، فيها افوكادو، فيها لبن، فيها حليب. وطبعا السكر. يا نهار ابيض، ست حاجات عديناهم جوه الكوبايه. جوه كوبايه واحده. يا لهوي. طب انا بقى، انت ضحكت عليا على فكره بالحاجات دي. انا هاخد كوبايه. ناخد كوبايه ثانيه. ناخد كوبايه، ماليش دعوه. ها هتصب تاني؟ عايز تكمل تاني؟ يلا كوبايات هنا. ايه ماشي، يلا معانا كوبايات هنا. يلا طيب. وامير بقى بيصب لنا البايو ده، الخلطه الجميله على بعضها دي. ايه رايك نطلع فاصل ونرجع نشوف لسه امير مخبلنا ايه في الحلقه النهارده؟ فاصل قصير بس هو القناه تتغير. يكون بعد الفاصل. امير عمل لنا تحفتين، يعني عمل لنا تحفتين ملهمش حل. انا عايزه اقول لكم ما شاء الله، كان صابب كوبايات قد كده، راحت فين؟ بالهنا والشفاء. بالهنا والشفاء. دلوقتي هندخل على ميكس جديد غريب جدا بقى. هي الميكسات النهارده هي كلها غريبه، بس نتيجتها في الاخر ما شاء الله ولا كلمه، وكلها يعني صحيه. انت قلت اسمه ايه؟ باي جوز بايو. جوز بايو. بايو. جوز بايو. عمل لنا الافوكادو باللبن والسكر والتلج. تحفة. أول مرة في حياتي أغير فكرتي عن الأفوكادو. وعمل لنا كمان المانجا على الفراولة، على إيه تاني كان؟ على الكيوي. تحفتين. في تحفة تالتة بقى أنا مستغرباها أكتر، قولها لنا كده. بالمياه الغازية. وزبادي، نعناع،
مياه غازيه وزبادي ونعناع. ونعناع ده هيطلع ازاي؟ ده حلو جدا على فكره للمعده للهضم، يعني حاجه زي اللبن الرايب كده مثلا، بس حاطط مياه غازيه ونعناع. بس هتدوق حاجه عظمه بقى. يلا بينا، يلا انا مستنيه العظمه. هنعمل ايه؟ هنحط ايه الاول؟ هننزل بالمياه الغازيه. ماشي. ساقعه طبعا. طبعا. يا سلام. طبعا كلنا اول مره في حياتنا، ما شفتش حد في القناه دلوقتي يعرف حاجه عن الميكس ده. ليه اسم برضو يا امير؟ دوت هو ده عشان المعده، وبيبقى حد مثلا ايه عنده انتفاخات وكده، فده مفيد جدا الحاجات دي. ماشي كده، حطيت مياه غازيه. حلو، هننزل بقى بالنعناع. بالنعناع هناخد شويه نعناع حلوين كده. ماشي. نعناع بلدي بقى ريحته جميله. والله ما تاخدوش كله، علشان بعد الليله دي لازم كوبايه شاي بنعناع بعد بعد الليله دي، تحسوا ان كل كوبايه هي وجبه دسمه، وجبه حلوه تشبع. كده حطينا ورق النعناع مع المياه الغازيه. ماشي. طبعا النعناع البلدي فريحته شد قوي، ريحته جميله. هنضرب. يلا قوي كده. هننزل بالزبادي. ماشي. الزبادي مثلا ايه، كام علبه كده مثلا؟ دوت 5 علب. او على حسب الكميه اللي انت تعمليها. علب السوق العاديه. ماشي. انا متشوقه ان انا ادوق. انا اروح احضر الكوبايات يا جماعه. احضر الكوبايات يا اولاد. انت عايز التلج تاني؟ احتاج تلج. لسه ما استخدمتوش اصلا. ماشي. وننزل بالتلج. وتحط تلج. يبقى مياه غازيه ضربناها مع نعناع الاول، وبعدين حطينا الزبادي والتلج. يا ترى ده طعمه هيبقى ايه؟ هيبقى طعمه زبادي ولا نعناع ولا ايه بالظبط؟ ولا مياه غازيه. ولا مياه غازيه. تحط تلج كتير عشان يبقى عامل زي السموزي كده، صح؟ بالظبط. بنتقله. ماشي. ونضرب. نبدا نضرب. يلا. عايز تتقله تاني؟ ازود تلج. ازود تلج. ماشي. ريحته بانت اول ما بيفتح الغطا على طول، ريحته بانت على طول. نضرب تاني. يلا. هتعمل ايه بقى؟ هتصب دلوقتي؟ بدون سكر هو على فكره. ما انت كده حاطط المياه الغازيه فيها السكر بتاعها. بالظبط، عشان سكريات. طب انت عايز دي تاني؟ لا كده خلاص. مش عايز انا. يلا يا باشا. انا هشيلها لك، اوسع لك بس الدنيا. انا عايزه اشوف الزبادي والنعناع. الفوم اللي على الوش ده شكله مغري جدا. واو. احنا دلوقتي الطبيعي بتاعنا عملنا كوبايتين وشويه للشيف هاله. ماشي. يا سلام. بصوا يا جماعه، يعني دلوقتي اي عصير يقول لك ايه انا عملت كوبايتين ثلاثه والباقي ده للشيف هاله. ماشي، مع ان انا باخد شويه صغيرين والله. كتير على فكره. لا لا، هات شويه صغيرين. بصوا شكل الكوبايات عامل ازاي، شوفوا جمالها. بصوا القوام، جميله جميله جميله. والفوم اللي عليها يا استاذ احمد، شايف الفوم عامل ازاي؟ يلا هات بقى كده، صب تاني وهجيب لك كوبايات تاني. انا عايزه ادوق. ماشي. تاخدي شويه الاول تدوقي. هات الشويه اللي معاك دول. هات دول. صب انت بقى، اشتغل انت بقى. الله، ايه ده؟ ايه رايك في الطعم؟ تحفه. هو عامل زي اللبن الرايب، اخف منه شويه، بس طعم النعناع مع المياه الغازيه مديله حلاوه اكتر من اللبن الرايب. لكن هو في المجمل ملمس شويه على اللبن الرايب عشان طعم الزبادي اللي فيه، والزبادي طبعا كميه كبيره يعني. بس في الاخر انا بقى لقيت الطبطبه بجد، هي دي الطبطبه. احنا كل حاجه دلوقتي بقينا نطبطب بيها. ايه ده، هو مفيش غير الثلاثه دول بس؟ يا راجل لا، ده احنا بعد الحلقه نعمل تاني بقى.
طب يلا حطهم لنا بقى جنب حبايبهم كده واخواتهم. عايزه ايه منا؟ عايزه ايه منا؟ انه للذيذ ألذ ألذ ألذ. طيب انت محتاج دول كلهم؟ لا ده همشيهم. يلا نرجعهم بقى كلنا ورا علشان علشان ايه؟ هنبدا الشغل التاني. يلا انت بقى هتقول لحبيبنا دلوقتي هتعمل لنا ايه؟ عامل لنا مفاجاه. قال يعني كل اللي فات ده ما كانش مفاجآت فبيعمل لنا دلوقتي مفاجاه. حاجه بقى عشان خاطر الشيف هاله. يلا يا باشا هنشيل بس دي كمان عشان نوسع لنفسك كده. انت عامل المشروب اللي بالزبادي ده 3 كوبايات اتحجزوا، محدش ياخد من كوبايات الزبادي ولا الخلطه الاولانيه ولا الافوكاتو. بس يا باشا خلاص انا حجزت. ايه المفاجاه بتاعتك بقى؟ ولا بقى لحبايبنا على ما انا هشيل لك الحاجات دي. قول هتعمل احنا بنعمل ايه؟ بوكيه فواكه. بوكيه فواكه. اه تمام. حلو يلا. هتعمل ايه؟ احنا بنجيب الخله. اه خدها جنبك اهي كلها الطبق كله. ماشي. ويلا بقى ايه؟ في السريع كده عشان نلحق نقدمها. اوكي ماشي. اشرح بقى، اشرح تقطيع الفاكهه واشرح الحاجه كلها كده لكل حبايبنا. حلو يلا. عملنا احنا معانا دلوقتي معانا مانجا، معانا كانتالوب، معانا كيوي، معانا عنب، معانا كانتالوب على اشكال ثانيه، نجوم وقلوب. ماشي. هنبدا بقى نحط العنب في الخله. تعالى هنا كده هنا وثبت ايدك. حلو يلا يلا يا استاذ احمد بقى. بص بص بس بسرعه بقى، خد العنب عندك اهو، والفاكهه المتقطعه مقطع لنا فاكهه اشكال، والعنب بصوا عامله كده شكله حلو قوي، عامله شيش طاووق. عامله شيش. شيش طاووق بالعنب. وعلى فكره في شيش طاووق بالفاكهه وبتتعمل فعلا بوكيه فاكهه بتبقى شيك قوي في الفنادق الكبيره. احنا عاملين ندور حاجه للشيف هاله، ندور لحاجه للشيف هاله. فجمعنا كل الحاجات الحلوه. الله يخليك. وهنخليها باسم ايه؟ ست الحبايب. حلوه قوي قوي. يلا هنعمل بقى بوكيه بقى. طيب قول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك الحمد لله بخير والله. اهلا وسهلا. بصراحه منورين الدنيا كلها والله. الله يخليك نورتنا. وبتشوف كل جديد مع حضراتكم. ربنا يخليك نورتنا يا استاذ احمد. ربنا نورتنا. ربنا يخليك يا رب. ايه رايك في الحاجات الحلوه دي؟ سعيد جدا ان بشوف حضراتكم كده موجودين دايما معانا. ونتعلم منكم والله. الله يخليك. الله يخليك نورتنا. ربنا يخليك. نورتنا. وعايزين بس من الشيف امير حاجه مثلا سلطه رجيم او حاجه شكل كده للرجيم او مثلا لمريض السكر برضه. تمام خلاص يا امير. نبقى ان شاء الله نعمل حلقه نعمل فيها عصاير بقى لمرضى السكر. ربنا يشفيهم جميعا يا رب. حلوه الفكره دي اللي هي كتير يعني. نورتنا وحاضر من عينينا الاثنين. ربنا عينينا. يخليك يا رب. معلش يا امير بس عطلك، ممكن ترص لنا بس الكوبايات دي هناك كده عشان انت عارف انا طويله زياده عن اللزوم يعني. يا شيف انت الحاجات اللي بعيده. الحاجات اللي بعيده دي طويله عليا شويه يعني. يلا بقيه الكوبايات. يا سلام يا سلام. احنا هنسمي الحلقه بتاعتك كلها حلقه الطبطبه. يعني اللي بتطبطب على القلب. مش هقول عصير معين لا، والله كل حاجه عملها لنا عسل عسل عسل. يلا يا باشا بعد كده نقول احنا جايين نطبطب على قلبه. انت تقول ايه؟ انا جاي في حلقه ارطب وطبطب على القلوب. يلا يا باشا. عملت العنب؟ عملنا العنب بالشكل ده. ماشي اهو. ماشي. هتعمل ايه تاني؟ هنحط شكل تاني. ايه بقى؟ نحط كانتالوب. ماشي يلا كانتالوب. طب ما تجيب اساعدك والله. يا انا زمان كنت فنانه برضو. انا جوايا فنانه برضو. هات يلا. اعمل ايه؟ احنا هندخل الخله اهي. تمام ماشي. بس هنخلي السن من تحت عشان يرشق تحت هنا. احنا حاطين من تحت فوم على فكره. حاطط فوم عشان ترشق فيه العجين. بالظبط. يلا يا باشا. وانا هحط بص نقيت اصعب حاجه في الدنيا يعني. تخيل لما تبتدي بالصعب. انا هعمل بقى ايه؟ حاجه كده. يا ربي. انا حطيت كيوي، واحده كيوي، وبعدين واحده اسمه ايه ده؟ كانتالوب. ايوه. وبعدين عنب، وبعدين ناخد ايه؟ كانتالوب تاني، واخد مانجا. لا يا جماعه ده انا هبهركم. انا خلاص انا اتعلمت الصنعه من امير. واخد عنب. هتشوف العود بتاعي. جميل جميل. هي طارت كده ازاي؟
هو حلو بس ما تعمليهاش تاني هو حلو بس ما تكرريهاش تاني. انت قلت انت عايز السن بتاع العود يبقى باين علشان هترشقه في الفوم اللي انت حاطه من تحت. شفت انا مذاكره ازاي؟ اهو اهو شغلنا على ميه لا يا امير ده انت تاخدنا اشتغل معاك في المحلات بتاعتك يا باشا. ده احنا نتشرف بصوا اهو اهو شوفوا شوفوا اولادنا بقى لما يشوفوا مثلا الفاكهه متقطعه ومعموله كده هيحبوا شكلها قد ايه ان شاء الله. انا مش عارفه انا ايه اللي انا عملته ده بس عجبني. جميل عجبني. كل واحد بقى بيتبسط بشغله صح يا استاذ احمد ولا ايه؟ يلا يا باشا رشق. ويا شيف هلا احنا بنتعلم منك فاي حاجه احنا بنتعلمها منك يعني. ربنا يخليك يا امير. لا ما تقولش كده والله انت ما شاء الله انت استاذ وفنان وعندك موهبه حلوه قوي. الله يخليك. يلا يا باشا ممكن اكل النجمه. مسكر عشان جايبهولك من افخر الانواع الفاكهه كلها مسكره عشان تعرف بس. نعم قولوا لي. حاضر يلا بينا يا امير عشان احنا ايه خلاص كده تايم. اعمل لك ايه؟ اعمل لك فاكهه. ماشي. هو اسهل حاجه يا جماعه في الموضوع ده الكنتالوب صح؟ اه انا هعمل ده كنتالوب بس بدور على السهل. حاسب البتاع كانت هتشكك. فداك. يلا. يلا يا استاذ احمد بص بص يا باشا. يلا. بصوا كده شوفوا اهو اهو. كده كده. بصوا ناخد ايه؟ واحدة وردة تاني. كده. يبقى انا حطيت قلب في النص. يا سلام. لا 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 يا جماعه لا يا جماعه ده انا اكتشفت مواهب انا كمان اهو. بصوا الجمال ده شوفوا شيك قد ايه عامل زي عقد اللولي. بصوا ايه رايك يا عم امير؟ الله ينور. انفع؟ تسلم ايدك جميل. انفع؟ خطير. اجي هتشغلوني وعلى بقى مقامير دلوقتي كده يكمل بقى البوكيه الجميل ده. شوفوا احلى عود موجود. معلش يا جماعه بعتز بشغلي قوي بعتز بحاجتي قوي والله ده حقيقه. لا والله تسلم ايديك يا امير. الله يخليك. انت النهارده ابهرتني زي الحلقه اللي فاتت. تسلم يا رب. واضح ان انت لسه عندك كتير وعندك مواهب كتير عايزين واحده واحده كده نكتشفها. احنا طول ما احنا معاكي عمالين بنتعلم. الله يخليك. وبنقدم. الله يخليك. انت نورتني النهارده. الله يخليك يا شيف. وبالتوفيق ليك يا رب. واتمنى ان انا ان شاء الله اشوفك شيف كبير ويكون ليك برنامج بقى لان اللي امير بيقدمه لنا ده هو ناقص على الساحه يعني هو قليل على الساحه. فلما يكون في ابننا عنده موهبه جميله زي كده موهبه وصنعه وعارف هو بيعمل ايه فاكيد اكيد لازم نستغلها. فاتمنى في يوم من الايام ان احنا نلقي عليك الضوء ويكون لك ان شاء الله برنامج تقدم فيه كل الحاجات الجميله دي. الله يخليك. نورتنا يعني. اتشرفت بيكي واتشرفت بكل المشاهدين. الله يخليك. وده شرف لنا مع حضرتك والله. ربنا يخليك يا امير. نطلع فاصل بقى ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس هو القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. تعالوا بقى دلوقتي نوصل لفقرتنا اللي تخليني مع العصير الجميله دي اشرب وانا مطمنه مع الاكله الحلوه اكل برده وانا مطمنه ما عنديش اي مشكله خالص. طيب لو يا شيف هاله لو انا مريضه سمنه وعندي مشكله في السمنه والدكاتره منعيني وعاملني وسويني سيبك من كل ده اركني لي كل ده على جنب نقطه ومن اول السطر مع ضيفي اللي منورني النهارده. هنبتدي معاه الف ب في حياتنا. الف ب في الصحه يعني هنعمل ايه؟ طبعا مش انا اللي هقول هنعمل ايه ونبدا ازاي من اول وجديد. نرحب الاول باخويا الصغير او ابني اللي دايما دايما زي ما بقول لكم انا فخوره بيه ودايما ببقى مبهوره بشغله والانجازات اللي بيعملها والعروض اللي دايما ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر عليه مكسر بيها الدنيا يا جماعه. بيجيب لنا العروض في وقتها الصح. تعالوا الاول نرحب بضيفي اللي منورني النهارده خبير التغذيه العالمي كريم اكرم. ازيك يا كريم؟ ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ يعني مش لدرجه ان البوكيه الحلو اتسرق. يا انسى انسى ده يعني احنا مش قلنا نصبر لحد اخر الحلقه؟ لا مفيش. يمكن ناخد عنبايه او حاجه يا بس انا دوت ده. احمد ربنا ان انت لحقت كوبايه. ايه رايك؟ تسلم ايدك والله العظيم. حاجه كده خيال. ده المتعهد العصير في رمضان اكيد. ده امير ده اللي بيجي قبل المغرب بساعه ترابيزه يقول لنا العصير.
كل عيله تصدق انت نبهتني. كل عيله لازم فيها حد متعاهد العصير يعمل بقى. انت انا كركديه تمر تبل التمر تعمل حتى لو ما عملتش انا اللي بنزل اجيبه. من وانا صغير احب جدا موضوع العصير ده. بيبقى زحمه جدا. النهارده يعني تقريبا 3 اسابيع طلعنا بملك التوفير. صحيح. الناس حبته جدا. كسر الدنيا. قررناه وده كان صعب. حتى الحلقه اللي فاتت يعني هي في نفس الاسبوع، ومش من الطبيعي ان احنا بنطلع انا وانت مع بعض مرتين في الاسبوع. ما شاء الله. ده استثناء، واستثناء انا مبسوط جدا بيه وفخور طبعاً جدا بيه. طبعا. بس فخور بيه اكتر واكتر عشان خاطر الناس. احنا دايما بنلبي طلبهم. احنا في الاول وفي الاخر احنا لما بنيجي نشتغل على عرض او على هدايا او على خصم بيكون عشان الناس، عشان اللي عايز يخس. فعشان اللي عايز يخس ده انا بوفر له خصم كبير، بوفر له هدايا قيمه، بوفر له علبه كبسولات جديده اقوى من اللي قبلها، تكون مرخصه من وزاره الصحه. فانا قلت لما ملك التوفير عمل كل ده لمده 3 اسابيع وعجب الناس قوي كده، وفي كل مره انا قلت مش هقدر اكرره. ورجعت في كلمتي غصب عني. ايوه، عشان خاطر حبايبنا نعمل اي حاجه. والله نرجع في كلامنا، نرجع في اي قرار اتاخد عشان مصلحتكم. ملك التوفير اتكرر وتكرر وتكرر. فانا النهارده 3 اسابيع ورا بعض جاي اعمل لك بقى يعني النهارده حلقه استثنائيه. حاله استثنائيه بشكل عام. لما ملك التوفير عمل كل ده فانا جاي حلي بقى بالحلو كله. يعني انا النهارده جاي اقفل لك باب ملك التوفير خالص. انا ما لقيتش حل اكتر من ان انا اعمل عرض النهارده. انزل النهارده في نفس اسبوع ملك التوفير عشان اللي ما لحقش، وعشان اللي ما شافناش، وعشان اللي لحق بس رشح لحد تاني وعايز يستغل فرصه عرض او خصم كبير. غلبت لك النهارده ملك التوفير. غلبت ازاي بقى؟ كسبته. يعني قصدك ان عرض النهارده يكسب عرض ملك التوفير؟ استحاله. انا بقولها لك اهو والله يا جماعه، انا والله لسه ما اعرف. والله لسه رهان. اخد البوكيه، اخد بوكيه الفاكهه اللي كان موجود. ملك التوفير ضامن كل حاجه. انا النهارده جبت لك بوكس الكنز. كنز هو اسمه حلو. الاسم حلو صح؟ اسمه حلو. يعني الحاجه القيمه قوي الغاليه اللي فيها كل حاجه دي اللي بنقول عليها كنز. بالظبط بقى. واللي فيها حاجات كتير، واللي كل ما تاخدي كل ما الكنز ما بيخلص، وبيبقى دايما الحاجه اللي في الكنز دي قيمه جدا جدا جدا، العين بتلمع عليها. عشان كده سميته بوكس الكنز. انا هقول لك العرض وانت تقولي لي غلب ملك التوفير ولا لا. وعلى فكره هو لازم ممكن يكون غلب ملك التوفير ب 10% بس. يعني مش لازم يكون يعني اداله الضربه القاضيه، لا. هو عادي. و10% ده قليل يا ده كريم. ده كتير جدا. ده يعني 10% ده احنا لو في حاجه عليها عرض 1% ولا 2% بنجري عليها ما بنسيبهاش. فلما يجي يقول لي 10% بس لا. طب ما تقول لنا بقى الكنز. طيب. محتوياته ايه؟ الكنز بتاعك النهارده زي ما متعودين احنا هندفع ثمن علبه كبسولات فقط، مش هندفع اكتر من علبه كبسولات. هو منتج واحد اللي هدفع ثمنه، وبخصم النهارده 60%. يعني انا النهارده مش عندي خصم 50 او 55% زي ما كان ملك التوفير بيتميز. اعلى حاجه جابها ملك التوفير كانت 55%. النهارده لا، في بوكس الكنز 60% خصم على علبه كبسولات. حلو قوي. ده رقم واحد. انا مش هدفع غير علبه كبسولات بخصم 60%. يعني هدفع من ثمنها 40% فقط. هاخد ايه بقى مع علبه الكبسولات؟ يعني انا مش هدفع غير دي. والله. يعني انا مش هدفع غير علبه كبسولات بخصم 60%، توصيل ببلاش لكل محافظات مصر، متابعه مجانا من اول يوم لليوم ال 30. فانا بالتالي اصلا لو انت دول حسبتيهم هدايا فزودي هديتين. توصيل ببلاش اللي النهارده التوصيل على حسب المحافظه من اول 50 جنيه لحد 150 جنيه على حسب انت قاعده فين، مجانا. صحيح. ده بيساوي صفر. التوصيل بيساوي صفر. كل ما المحافظه بعدت كمان كل ما مصاريف الشحن زادت الضعف كمان. صح. دي حقيقة. بالظبط. يعني التوصيل النهارده مجانا، فدي حاجه كبيره. حاجه كبيره مع خصم 60% على علبه الكبسولات. المتابعه مجانا من اول يوم لاخر يوم. انت ممكن تقولي لي انا مش عايزه المتابعه، انا عايزه اعرف بس اخد الحاجه ازاي. لا، ده بالنسبه لي مش طبيعي. انا كفريق طبي ده بالنسبه لي مش طبيعي. انا ما احبش اتحاسب على شيء. يعني انا لما باجي اقول مثلا بوكس الكنز النهارده هينزلني من 17 ل 20 كيلو، هو انا المفروض ان انا اقول بوكس الكنز هينزلني من 20 لاعلى. المفروض اقول كده. بس انا مش هقول ده. انا هخليني في نقطه البدايه اللي هي لا، انا هخليني في دائره الامان. بوكس الكنز هينزلني من 17 ل 20 كيلو عشان الناس بتاعتك بالذات بتطمئن وبتصدق اكتر فكره اللي كريم بيقول. عشان خاطر ما يعني انا لازم اقول اكتر من 20. معايا هدايا النهارده تخليني اقول اكتر. وتقولي لي ده منطق. ده والله في شهر. في شهر. لان انا معايا هدايا في ناس كتير جدا بتعتمد عليها ان هي كورس اصلا مش زي هدايا. زي ايه بقى النهارده معانا في الكنز؟ معايا 10 امبولات حرق. 10 امبولات حرق. 10 امبولات حرق دول يعني دول كنز.
طبعا. يعني انا هسميهم كنز امبولات الحرق طبعا. يعني انا النهارده لو جاي لي البوكس كله عباره عن العشر امبولات حرق ده كفايه 100%. بس انا سميته كنز اصلا بسبب دي بسبب 10 امبولات حرق. انا فين ال 10 امبولات حرق دول؟ في ناس بتعتمد ال 10 امبولات انهم كورسين، ان الكورس خمس امبولات ويستخدمهم شهرين، فالنهارده لا هستخدمهم في شهر واحد، و10 امبولات حرق ببلاش مجانا. هم بيجي لي عباره عن علبه 2 امبول كل واحده 10 سنتي. طبعا اللي ما يعرفش ان الامبول ايا يكن بتاخديها الاي، الامبول مكونها 2 سنتي 2 سنتي فقط. اي امبول في الدنيا ايا يكن بيعمل ايه، ايا يكن بيشفي الايه، هو مكون من 2 سنتي. طب انا النهارده جاي لي بوكس التخسيس، بوكس الكنز 2 امبول مكون كل واحد 10 سنتي، لو قسمت ال10 على 2 سنتي يعني 5 امبولات حرق، فانا معايا 5 و5 فانا بالتالي معايا 10 امبول حرق. ده كنز، ده ما بتلاقيش، ده ما مستحيل اقوله. طيب نيجي الاول لفكره التوصيل اللي ببلاش والمتابعه ببلاش. لا انا المتابعه مهمه جدا بالنسبه لي جدا، عشان اعرف انت نزلتي اول اسبوع قد ايه، عشان لما انا اقول لك انت هتنزلي من 6 ل 7 كيلو في الاسبوع الاول لازم يبقى في حد في ظهرك بالظبط بيسبورت ليكي. نسيتي تاخدي الكبسوله، نسيتي تاخدي الامبول، نسيتي دهن الكريم، أي نسيتي تاخدي النقط. ايه ده الكريم والنقط؟ ده انا جايب بقول لك كنز حلو. الكريم السحري بالزبط. اللي انتوا قلتوا عليه الكريم السحري، الكريم اللي بجزيئات الدهن واللي عمره ما اتحط مع الامبولات. النهارده هو صح. موجود مع الامبولات النهارده كمان، مش محطوط لوحده، لا ده انا بدعم كمان اكتر واكتر بعلبه نقط تخليني ازود معدل حرق في الجسم. انا ليه قلت من 17 ل 20 كيلو في الشهر في بوكس الكنز، او المفروض اقول اكتر؟ انا قلت ده عشان خاطر انا واثق انك هتنزلي 18 20 22. انا واثق من ده. اللي واثق منه اكتر واكتر انك مستحيل تبقي 16. ياه معقوله؟ ما انا لو انا قلقان من فكره ان اقول 16، طب ما انا كنت قلت 16 ل 20. ما ده مرضي اصلا. اتعاملت مع الناس اقول لها هتنزلي في الشهر من 17 ل 20 كيلو، تقول ده انا راضيه ب 10، ده انا راضيه بخمس. طبعا انا جربت كتير وقليل وتعبت. انا عملت تركيبه من عند العطار. انا بعمل دايت وارجع اسخن من الاول. انا كل ده انا بقابله كل يوم. انا مريض الضغط والسكر ولازم اخس. الدكتور عندي تكيسات على المبايض، ودكتوره الناس قالت لي انت لازم تخس، خشونه على المبايض وانا لازم اخس. ففي ناس مش هدفها ان هي تخس بس، في ناس هدفها انها تعالج مشكله صحيه من خلال انها تخس وتعالج مشكله السمنه، مش ان ده مرضها الاساسي. في ناس كتير جدا جدا بتتابعنا كل يوم عشان تعالج الضغط او السكر او الغده او التكيسات او مشاكل العظام بشكل عام، لازم تخس، والدكاتره بينوهوا لده، لازم تخس. فبالتالي بييجوا مش عايزين يخسوا عشان خاطر يعني يحسوا بشكل جسمهم، او يلبسوا مش عارف ايه، او عشان عندهم فرح، او عشان عندهم، طبعا كل ده بنقابله، بس الاقيم والاكتر للناس اللي تبقى عيانه المشاكل الصحيه. المشاكل الصحية. عشان كده المتابعه، انا بقول لك المتابعه دي من اهم من اهم الحاجات، زي التوصيل. توصيل ببلاش، وفرت لك فلوس، متابعه مجانا. انت النهارده الاستشاره بعد الكشف في اي عياده ايا يكن المرض بيبقى بنص ثمن الكشف، من كتر ما هي مهمه الاستشاره. النهارده الاستشاره معانا مجانا من اول يوم لليوم ال30 في بوكس الكنز. ده بالنسبه للتوصيل والمتابعه اللي ببلاش. بالنسبه بقى لل12 هديه اللي انا قلتهم من شويه، انا قلتهم على فكره، العرض ده لمده ساعه على فكره. ما انت فوزت الكلام، انت قلت بس 10 امبولات حرق هديه مجانيه، قلت كريم ونقط 10 لوحدهم، والكريم والنقط. ادي كده 12 هديه مجانيه، حطي عليهم الشحن المجاني بقوا كده 13 هديه، حطي عليهم كمان متابعه مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى، دكاتره يا جماعه، دكاتره بيتابعوا معاكي دكتور او دكتوره. حطي على ال 13 هديه بقوا 14 هديه النهارده، حطي عليهم الخصم ال 60% على الكبسولات، بقى عندنا كام هديه النهارده؟ 15 هديه. غلب ملك التوفيق 15 هديه بصراحه. غلب بصراحه. لان ده بقى توفير التوفير بالظبط. يعني تاني لو كان ملك التوفير ده توفير التوفير. انا عشان كده انا عليت عليك اسم الكنز. الفكره ان العين اللي بتيجي على حاجه بتلمع. للي ما يعرفش طبعا هو مش عارف قيمه الامبولات، مش عارف قيمه الكريم، مش عارف قيمه النقط. ممكن يكون عارف قيمه الكبسولات من اللي هدفع ثمنها بخصم 60%. بس انا عايز اقول للناس ان الكبسولات طبعا هي بابا الليله، يعني هي اللي بتنزلني كل حاجه، بس انا من غير دول ممكن الكبسولات ما تعملش الافكت اللي كريم قاله اللي انا محتاجه. فانا معايا 10 امبول حرق، ده انا 100% هنزل في 20 كيلو 100%. يعني وانا مغمض. يعني النهارده انت بتدعم الكبسوله او شغل الكبسوله
ب10 امبولات حرق عشان الاثنين مع بعض يعملوا لي ميكس كده زي الميكسات اللي عملناها النهارده في الحلقه. دول بقى يعملوا لي ميكس يوصلني بامر الله بامر الله ل 20 كيلو في الشهر خساسين. 20 كيلو ده انت هتعذبينا، او انت يا كريم هتعذبنا، انت 20 كيلو ده انت هتحطنا في اوضه ضلمه وتقفل علينا ولا حتى بق الميه يوصل لنا. اقول لك كلي فولايه واحده بس ولقمه عيش واحده والكلام ده ولا كده كمان، مفيش الكلام ده. انت 20 كيلو في 30 يوم بالزبط. فكروا فيها كده، 20 كيلو في 30 يوم معنى كده تخيلوا اليوم الواحد بننزل فيه قد ايه، وانا باكل كل حاجه. ايه المعادله الغريبه دي؟ طب ازاي يا كريم؟ ومش سحر وبدون حرمان، مش بدون يعني مش هحرمك من الاكل، ومش الموضوع مش سحري، الموضوع منطقي جدا. حتى الناس دايما بعد شرح كل منتج بتعرف قد ايه، ان انا بقول هنزل من 17 ل 20 كيلو في الشهر، بتبقى عارفه ايه تفسيرها، انا هنزل ازاي. يعني انا النهارده تعالى نبدا بالهدايا، انا معايا 12 هديه، معايا خصم 60% لمده ساعه بوكس النهارده الكنز، من خلال الارقام، الارقام مشغوله من خلال الواتساب. طيب انت بتتصل الارقام مشغول، بعت رساله على الواتساب، الفريق الطبي لسه ما ردش عليا، في ضغط يا عيني. طيب عشان العرض لمده ساعه ففي ضغط مكالمات، اوكي، زي ما حصل مع ملك التوفير. عملت لك النهارده ميزه حلوه جدا، اي حد هيتصل على اي رقم من الارقام او هيبعت رساله على الواتساب على اي رقم من الارقام بكلمه بوكس الكنز، حتى لو الساعه خلصت، حتى لو الساعه خلصت، هو خلاص ثبت وجوده في خلال الساعه بمكالمه تليفون او برساله، حتى لو الفريق الطبي رد غصب عنه بسبب التاخير او بسبب الضغط بالليل، حتى لو بالليل، ما دام اثناء الساعه، والساعة دي هتبتدي من بعد الحلقة كمان. يعني احنا دلوقتي معانا من دلوقتي لساعة كمان بعد الحلقة، فأعمل ايه بقى؟ اكون نصحة، يبقى على طول اجري بسرعة وانا قاعدة في مكان حلو، اجري وانا قاعدة في مكاني دي مش عارفة، اجري كده زي ما انا هحرق وانا قاعدة في مكاني زي ما انا هحرق، صح، ما احنا هنحرق الدون واحنا قاعدين في مكاننا. النقط هتعمل كده، النقط برضه هتخليني اجري وانا قاعدة في مكاني، اجري على طول على ارقام التليفونات اللي موجودة قدامكم على الشاشة، اتصل على اي رقم من دول. كل رقم من دول لو كان في ضغط تليفونات وما بيجمعش معايا، ما اسكتش، ما احطش ايدي على خدي واسكت، على طول خدمة الواتساب على اي رقم من دول، ادخلي لي على الواتساب على طول واكتبي بوكس الكنز، الكلمة النهاردة الكنز. طيب برضو الاسهل من كده الوسيلة التالتة، صفحة الفيسبوك، تنزل لك اهي دلوقتي قدامك على الشاشة بسرعة، صوروا الشاشة، عندك صورة الصفحة وعندك ارقام التليفونات تفضلي محتفظة بيهم على الموبايل، ادخلي على الصفحة على الفيسبوك وادخلي في الرسائل او في الكومنتات واكتبي بوكس الكنز وشكرا، ردوا عليا في ساعتها خير وبركة، اتأخروا شوية برضو انت خلاص ثبتي نفسك في خلال الساعة. عايزة تخسي، عايزة تهادي حد نفسه يخس، عايزة تهادي حد بقاله كتير تعبان وشقيان من موضوع السمنة ويجرب كتير من اول الدايت لحد، احلى هدية يا كريم بجد، اقسم بالله احلى هدية، خليتك تشتري عمرك، تشتري صحتك، صحيح، والله، ودي نعمة. يعني احنا بنتفق ان الصحة دي نعمة من ربنا عز وجل، لازم نآمن ونحافظ عليها، ملهاش بديل. دايما بقول الصحة ملهاش بديل بالظبط، ودي أمانة، لازم 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 أكون دايما مركز معاها، حتى لو مش بنسبة 100% بس أكون مركز معاها. أصل اللي بيتخن وبيزيد في الوزن وبيعاني من مشكلة السمنة هو ما بيكونش وهو بيزيد عارف، ما بيكونش متابع ده، يعني هو مش هدفه إن أنا هدف أتخن، أنا هدف أكون مريض بالسمنة ووزني النهاردة 90 و100 كيلو و140 و150، مفيش حد كده اكيد، لا طبعا، هو انا نفسي استمتع بالاكل وفي نفس الوقت يبقى وزني كويس، وفي نفس الوقت شكلي يبقى كويس وحركتي كويسه وصحتي كويسه. المعادله دي النهارده في بوكس الكنز، النهارده انا مش هحرمك من الاكل، كل اللي انت عايزاه، كل اللي انت عايزاه، كل اللي انت عايزاه، لان انا المهم عندي مش الصنف اللي انت هتاكليه، انا المشكله عندي في كميته وفي كم وجبه. ما هو مشكله السمنه دي للناس اللي ما عندهاش مشكله مرضيه او مشكله صحيه، طبعا بوكس الكنز مناسب للضغط والسكر والغده والتكيسات ومشاكل العظام، هو امن لكل الحالات الصحيه، امن لكل الاعمار من اول 12 لحد 70 سنه، فهو مناسب لكل الناس، شباب، بنات، رجاله، كل الناس بلا استثناء، عشان كده قلت حتى نقدر نهادي بيه حد. هو بوكس النهارده بوكس الكنز مناسب لكل الناس، مناسب لكل الحالات الصحيه، لكل الحالات الماديه، لكل الاعمار. حلو، نيجي بقى للهدايا، نبدا بالامبول عشان الناس اللي بتقولها انا بخاف من الحقن، انا معايا النهارده 10 امبول حرق معايا. طب ممكن حد يكون بيخاف من شكه الحقنه فيقول لك لا انا ما بحبهاش، يقول لك 10 امبولات ب 10 شكات، انا باخدها على كوبايه عصير زي دي كده، زي دي بالظبط، زي دي كده يا جماعه، نحط نسحب من الامبول الاساسي، الله ينور عليك، 2 سم حلو ده بقى بالسرنجه،
شفتوا ازاي؟ اسحبي 2 سنتي ونزليهم تاني في كوبايه العصير. يا جماعه مش هيجي لكم، مش هيجي لكم 10 امبولات حرق كل وقت، مش هيبقى طبيعي. صحيح. انا جايب لكم 2 امبول حرق كل واحده مكونه من 10 سنتي. انت ينفع تاخدي الامبول ده لوحده؟ يعني ينفع تاخديه مره؟ ده مستحيل طبعا. لا طبعا مستحيل. انت الامبول اللي هيجي لك 10 سنتي هتاخدي منه 2 سنتي. يعني معانا النهارده في كل امبول 5 امبولات. فخمسه امبول هنا وخمسه امبول هنا، يعني 10 امبول حرق. أيوة. مش لازم يقولي 10 ازاي يعني. مش طبيعي. انا هيجي لي 2 امبول حرق كل واحده 10 سنتي. مستحيل اخد الامبول ده لوحدي يعني مره. ده مش طبيعي. عمري يعني ده كده ممكن يعمل نص كوبايه. والفريق الطبي بيفهموهم كويس قوي وبيشرحوا لكم ازاي بتسحبي 2 سنتي كل قد ايه. ينفع حقن عضل عادي اللي ما بيخافش، وينفع على عصير او على ميه. الفرق ما بين الاثنين، عشان الناس تفتكر ان الفرق ممكن في الكفاءه، لا، هو الفرق ما بين الاثنين ان خدتها حقنه هتشغل بعد 5 دقايق، هتعمل الافكت بعد 5 دقايق. لو خدتها على عصير او على ميه بعد ربع ساعه بس. النتيجه واحده، المهام واحده، كل حاجه واحده. هي بس دي هتشتغل اسرع من دي، دي هتشتغل في 5 دقايق، دي هتشتغل بربع ساعه بس. حلو قوي. فانت مش هيبقى فارق معاك ال10 دقايق دول. يعني انت معاكي واحده 10 امبولات حرق هتاخديهم في شهر، عايزه تاخديهم في الشهر الثاني انت حره، بس انا برشح شهر عشان نكون مكثفين فكره الفاعليه. بتعمل ايه الامبولات بقى؟ وليه غاليه ومش متوفره النهارده ببلاش؟ و10 امبولات وطلعان بيه السما بوكس الكنز. طلعان بيه السما عشان الامبول الحرق. الحاجة الوحيدة اللي بتعمل حرق دهون الجسم اللي هي المتخزنة هي الكبسولات. النهاردة بقت الكبسولات والأمبولات، عشان كده أنا طالع بها السماء. الأمبول بيعمل لي حاجتين مهمين. أول حاجة بيحرق لي القديم المتخزن، الكرش، الأرداف، الجناب، الدراعات، الثدي، كل ده بيتحرق. فبالتالي الأمبولات بتساعد على حرق دهون المتخزنة عندي اللي في جسمي المتراكمة، بالذات لو كرش أو أرداف، الدهون العنيدة، عشان كده انا طالع بيها السم. تاني حاجه بتعملها الامبولات انها بتزود لي معدل الحرق في الجسم، فانا بالتالي الامبولات بتحرق لي المتخزن وبتحرق اللي انا هدخله. فانا عملت معادلتين في معادله. حرقت المتخزن اللي انا بتضايق، اللي انا متضايق منه، اللي انا بقوه، عشان كده انا قلت هنزل فوق 20 كيلو، لان الامبولات بتحرق الدهون زي الكبسولات. يعني هتحرق لي البطن، الارداف، الجناب، الثدي، الدراعات. فبالتالي انا بحرق المتخزن. تاني حاجه بتعملها الامبولات انها بتحرق اللي هدخله. لو ناس بالذات مريض الضغط، سكر، غدة، نقص في فيتامين د، الناس دي ما بتحرقش خالص خالص، او وزنهم 100 او اعلى بسبب الحركه، فما بيحرقوش، او بيعانوا مشكله بتخلي معدل حرقهم زيرو. الامبولات النهارده بتزود لهم معدل حرق في الجسم وبتحرق لهم المتخزن. ده بالنسبه للامبولات، عشان كده هي مهمه جدا جدا جدا. طب ايه رايك تيجي نشوف صور قبل وبعد؟ يا ريت. يلا بينا، يلا نشوف حالات كده قبل وبعد. بص كده يا كريم، مثلا شوف لي كده البطن راحت فين، دي بقى بص. دي كلها راحت. اقول لك على حاجه، عشان كده من شويه قلت كل حاجه النهارده في بوكس الكنز هي بتسلم الثانيه. يعني حق الهديه بتسلم الهديه بتسلم الهديه لحد ما بتوصل للكبسوله، هي دايره مقفوله. الصوره اللي قدامنا دي بتشرح كل منتج على فكره انا قلته. يعني بتشرح الامبولات، انا لسه شرحها بالتفصيل، اكيد مش هشرح امبول امبول، انا شرحت ال10 اللي هي اصعب مناطق. الامبولات بتدخل على اصعب مناطق، لا، منطقه البطن، الثدي، الدراعات، وزي ما ظاهر في الصوره. النتيجه دي على فكره مش في شهر ولا اتنين، دي 3 اسابيع. في 3 اسابيع البطن نزلت بالشكل ده بالظبط، والتيشيرت بقت واسعه كده بالمنظر. ومش ده مش كبير في السن على فكره، وحاجه 20، طولت العمر ليه يعني يا رب. ما شاء الله. وبشكره جدا لارادته، وهدفه ان هو يطلع النهارده انه يدعم الناس ويقول لهم الحمد لله بعد الصبر ربنا جبر بخاطري، لانه جرب حاجات كتير جدا وهو شاب. جرب حاجات كتير جدا وما جابش معاه نتيجه. ظروف شغله كمان محتم عليه ان هو يفضل قاعد على مكتب ما بيتحركش، بيروح بالليل فبياكل وجبه بالليل وما يصدق ينام، فظروفه مش كويسه. وحد في السن ده وكان داخل على خشونه، ودكتور العظام قال له انت لازم تخس. عشان كده بشكره جدا، ارادته يعني تتخطى ال 100%. القرار المناسب طبعا، ولحق نفسه وهو صغير. وايا يكن، انا دلوقتي كل الناس يا رب تلحق نفسها. انا جايب حاجه مليانه حوافز، انا ما فيش اكتر من ده توفير. يعني جايب لك 12 هديه، ده رقم لوحده يخد. احنا لو بنخش سوبر ماركت بنلاقي حاجه عليها حاجه بناخدها طبعا، حتى لو مالهاش لازمه طبعًا. والله حاجه وعليها حاجه. ولما وعملنا حسبه بسيطه، اللي هو عملنا اكنك اديتي نفسك مصروف يومي لمده شهر، مصروف يومي لمده شهر من 30 ل 35 جنيه والله. وجبه الفطار اغلى، ويجي لك الكنز ده، يجي لك الكنز بقى بال 12 هديه بالتوصيل اللي ببلاش. 12 ايه ده، احنا عديناهم 15 هديه، 15 بالتوصيل والمتابعه والتوصيل والمتابعه والخصم طبعا. يعني احنا حطينا التوصيل المجاني وحطينا المتابعه المجانيه من دكاتره مش من اي حد،
وحطينا كمان خصم 60% على الكبسولات بس، فما احط الثلاثة دول على ال 12 هدية اللي كريم جايبهم لنا النهارده، 10 أمبولات حرق معانا زائد الكريم السحري بجزيئات الذهب ده، شوفوه لوحده بره بكام زائد النقط كمان، يبقى انا النهارده معايا 15 هدية في بوكس الكنز، فلازم لازم ان شاء الله لازم نلحق ده الكنز بتاعنا النهارده، لازم الكنز ده يبقى في بيتك، لازم يبقى عندك الكنز. اراهنك في ناس خدت ملك التوفير هتاخد الكنز طبعا، اراهنك طبعا. طب يلا يا جماعه، ارقام التليفونات على الشاشه بسرعه بسرعه، كل رقم من دول عليه خدمه الواتساب، اثبتي نفسك لان الكلام الحلو ده كله من دلوقتي لغايه ساعه بعد الحلقه، معانا ساعه بس، فاثبتي وجودك دلوقتي في الوقت ده برساله على الواتساب لكل رقم الارقام دي، بكومنت او في الرسائل لصفحه الفيسبوك هنزلها لكم تاني دلوقتي، تبقى انت كده ثبتتي وجودك في خلال الوقت المطلوب، وقت ما الفريق الطبي يرد عليكي انت ثابته نفسك بعت رسالتك في الوقت اللي هو الساعه بعد الحلقه. والله انا بحس ان الشيف هاله هتخش لكم من التلفزيون اقدم لهم الكنز بنفسي، تمسك التليفون بتاعك تبعت رساله. والله نفسي يعني زي نفسي ما انت الناس تبطل تبعت لي العرض خلص. يعني مثلا انت لما بتلاقي مثلا ايه علبه طحينه عليها عرض ازازه خل، مع ان انا عندي ازازه خل في البيت او عندي ازازتين خل في البيت، لكن هجيب العرض ده عشان استفيد بازازه الخل. انت على فكره والله انت قلتي مثال منطقي عادي جدا، طحين عليها خل. لا ده ممكن طحين عليها بامبرز وهنجيبه واحنا ما عندناش عيال اصلا. بس استفيد بالعرض. ليه اروح اجيب علبه طحينه لوحدها لما انا عندي علبه طحينه عليها حاجه النهارده بقى انت معاكي حاجه واحده عليها 12 هديه ودي بتكمل دي. بس هدايا ايه؟ كل حاجه في مكانها، ومفيش حد مننا مش محتاج هديه من الهدايا يعني اللي موجوده معانا النهارده. نيجي للمثلا احنا قلنا ال10 امبولات حرق اللي ببلاش، قلنا نيجي للكريم، الكريم السحري اللي بيكمل لي عمليه التخسيس زي ما قلت في الصوره كان شارح نفسه ان انا ما يبقاش عندي ترهلات، الكريم ده بيشد لي الجلد اللي يا جماعه بالمنطق انا عندي مشكله البطن، الارداف، الجناب، الدراعات، نزلت الكبسولات والامبولات والنقط نزلوهم، نزلت 20 كيلو طبيعي ان الدهون نزلت فالجلد هيبدا ينكمش فيحصل ترهلات، ده الطبيعي. الكريم بقى بيمنعها، بيمنع الترهلات، بيشد لي الجلد، بيعمل لي ولي تمدد فبالتالي ما بيبانش ان كنت تخين اصلا. تاني حاجه بيعملها الكريم وهي برده حاجه سحريه، بيمنع الاستريتش مارك انها تظهر، الاستريتش مارك دي اللي هي الخطوط البيضاء اللي بتظهر بسبب انكماش او تمدد الجلد، بيمنع ظهورها. طب لو عندي بيخفيها. حلو. فقوي اللي جدا. اصلا في دكاتره بيقول لك دي طالما ظهرت وبقى لها فتره دي كده مش هتروح، عمليات بقى مش هتروح، عمليات يا فندم. تعال نشوف صورة تانية النهاردة بكريم، هنحط كريم الكريم. يلا بص هنا بقى النحت والجمال. طبعا شوفوا بقى الجمال، بشكرها بجد جدا. والميزة جداً بقى كمان يا كريم انها لابسة نفس الفستان بالظبط، طبعا نفس الطقم يا جماعة طبعاً. هو هو على فكرة في ناس بتاخد بقى مثلا النهاردة حد خد مثلا بوكس الكنز يقول لك ايه انا عندي تيشرت مثلا او بلوزة او عباية ضايقين عليا جدا، تقييمي ليها للبوكس العبايه دي. ويبعتوا تبعت صوره قبل. صح صح. او تقول لك بص انا عندي بلوزه معتزه بيها جدا بس مركونه بقى لها فتره البسها. مثلا مركونه من الشتاء اللي فات. اعرف ازاي انا خسيت ولا لا؟ هطلع البلوزه دي اقيسها. انت عارف يا شيف احنا واصل بينا الحال الحمد لله الفريق الطبي ان الناس لما بيتكلموا لو في مناسبه مثلا الشهر الجاي، خطوبه، فرح، كاتب ايا يكن ايه المناسبه، عيد ميلاد ايا يكن، فتقول لها انا عشان عندي مناسبه الشهر الجاي وعايز اخس ولازم مش عارف ايه، نقول لها اصبري ما تشتريش الفستان دلوقتي، اصبري 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 لما الشهر ده يخلص قبل المناسبه باربع ايام. يكون باقي الجسم اتغير 180 درجه بقى، لو كان في بطن تنزل، لو كان عشان لو انت اشتريت الفستان دلوقتي قبل المناسبه هتنزلي عند الترزي. هي ما فيهاش، لان منطقه البطن، الجناب، الارداف، الدراعات، كل ده لما بينزل بيخلي شكل الجسم مختلف خالص. والسن وشكل حتى الشكل الخارجي. بس انا بهتم دايما بالشكل الجوهري اللي جوه. الصحه. عشان ناس كتير قوي بتتعامل معانا تقول لي انا جالي، انا مشكله ان جالي الضغط بسبب السمنه، انا جالي خشونه بسبب السمنه، انا جات لي تكيسات على الموبايل بسبب السمنه، انسداد في الشرايين لا قدر الله، انسداد في الشرايين بسبب السمنه، بسبب السمنه صحيح. فدي مشكله اللي هي الصحيه دي اهم حاجه. الكريم احنا شرحناه مع الامبولات، ادي دي هديه رقم 11، الهديه رقم 12 قبل ما نخش على الكبسول النقط، 10 نقط على نص كوبايه ميه زي ما الشيف قالها بالظبط، انت قلتي المفيد 10 نقط على نص كوبايه ميه، جريتي وانت قاعده من في مكانك بالظبط، كانك لعبت رياضه وانت قاعده في مكانك صحيح، وانا ما اتحركتش من مكاني، ربة منزل، بشتغل على مكتب ما بتحركش، وزني 100 اعلى من ال 100،
انا لازم يبقى عندي زياده معدل الحرق في الجسم 100% كفاءه. فاعملها ازاي؟ اعملها بان الامبولات بتزود معدل الحرق وبتحرق الدهون، اعملها بان النقط بتزود معدل الحرق في الجسم، اعملها ان الكبسولات بتزود معدل الحرق في الجسم وبتحرق الدهون. فانا كده بقيت ضامن 100% اني بحرق المتخزن، وبقيت ضامن 100% اني بحرق اللي داخل. النقط بقى من مهامها انها 10 نقط على نص كوبايه ميه، اكني لعبت ساعتين رياضه وانا ما اتحركتش من مكاني نهائي. نهائي تدي يعني بالبلدي كده بتدي نفس المفعول، بتدي نفس مفعول الرياضه لمده ساعتين. يعني مثلا انت لو لعبت رياضه لمده ساعتين وبتجري في الشارع او بتمشي في الشارع لمده ساعتين، شوفي معدل حرق الجسم هيبقى قد ايه. نفس معدل حرق الجسم ده النقط هتعمله لك بس وانت قاعده في مكانك. لا هنقول لك انزلي سلم ولا اطلعي سلم، واصلا دي مشكله بتجيب خشونه يعني الناس اللي بتعاني من مشكله السمنه يعني لجأت لحاجات كتير. زي ما قلت لحضرتك يا شيف والله العظيم فكره تركيبه العطار. نيجي للكبسولات سريعا، هي بتسدلي الشهيه، بتحرق الدهون، بتزود معدل الحرق في الجسم، يعني بحرق المتداخل واللي خارج، بحرق المتخزن واللي هدخله، وبتسدلي الشهيه. بدل طبق رز كده بقى ربع طبق رز، بدل رغيفين عيش ربع رغيف عيش، وراضيه ومبسوطه وشبعانه ونفس راحت للاكل، وكلت كل حاجه بالظبط، بتنحت القوام، بتثبت الوزن، بتنظم عمليه الهضم، بتحرق دهون الكرش بالذات مع الامبولات. يعني النهارده بوكس الكنز عباره عن علبه كبسولات بخصم 60% والتوصيل ببلاش، المتابعه ببلاش، وهدفع 40% بس زي ما قلنا من 30 ل 35 جنيه في اليوم لمده شهر. معايا 12 هديه، 10 امبولات حرق وكريم ونقط بوكس الكنز، وحطلنا عليهم كمان جوه الصندوق بتاع الكنز النهارده، حطلنا كمان ان الشحن مجانا لجميع المحافظات، وحطلنا كمان ان في متابعه مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى، وكمان يا جماعه الخصم الكبير النهارده 60% على الكبسولات بس، اما الباقي كله اللي كريم قال لنا عليه ده جاي لك يا ست الحبايب لغايه عندك في البيت وانت قاعده معززه مكرمه، هدايا مجانيه. ارقام التليفونات على الشاشه، كل رقم من دول عليه الواتساب، ما عندكيش حجه. وكمان شفتوا صفحه الفيسبوك، الصفحه الوحيده والرسميه اللي تطلبي منها الكورس الكنز النهارده، والارقام دي بس. صوروا الشاشه لا تاخدي ارقام من بره ولا تدخلي على صفحه ثانيه. اشكرك يا كريم. انا بشكرك جدا. أشكرك. يا رب يلحقوا العرض ان شاء الله، يلحقوا لمده ساعه الكنز لمده ساعه. مجرد ما اتصلتي او بعتي رساله على الواتساب، حتى لو في ضغط او الناس ردت عليكي في وقت متاخر، العرض ساري ليك. الفريق الطبي مجتهد جدا جدا وبشكره برضو من خلالي. الله يخليك يا كريم. اشكرك، نورتيني. اشكرك، اشكركم على متابعتكم الكريمه، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه من اولها لاخرها تكون عجبتكم وتنال رضاكم. واشوفكم يا رب على خير في حلقه جديده ان كان لينا عمر ان شاء الله تعجبكم وتفيدكم اكتر واكتر.